أعلن وزير الخارجية الكندي لورانس كانان أن وزراء خارجية دول مجموعة الثماني اتفقوا على مبادرة اقتصادية للمناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان. وقال خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى في كندا إن الاستقرار في المنطقة هو حاسم من أجل الأمن العالمي، وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو دعم بناء البنى التحتية للتجارة والحدود من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية والتوظيف المحلي في المنطقة الحدودية. وأشار إلى أن مجموعة الثمانية وضعت هذه المبادرة بالتشاور مع الحكومتين الأفغانية والباكستانية وكذلك مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية.